نمشي معكم. السبيطار بالنسبه للجائحه اللي دازت ديال الزلزال، فاش صلحوه ولا قريب للناس اكثر، وعوض ما ينزلوا الناس ديال الدواور يهبطوا حتى لتحناوت ولا لمراكش، كيجيو هنا كيتساعدوا مع الناس، كيقضيو دغيا الغرض. وبالنسبه للادويه وكاع داكشي موجود عندهم الحمد لله، كتجي كتقضي غرض ديالك دغيا وكتمشي في حالاتك. كتجي شحال في الوقت اللي كديري فالي وما بغيتيش تبدلي. لا الحمد لله تحل بزاف الحوايج على في وجهنا. واليوم راه جيتني على حساب راه كنت مريضه، وجيت بغيت نطبع واحد الورقه، بغيت نمشي لتحناوت على حساب جاتني فيا سميتها المره تنفخات ليا، وبغيت ندخل عند الطبيبه باش تعطيني الورقه لتحناوت. والحمد لله زعما كيتعاملوا معنا مزيان. وفرحنا به ملي كان كيصايبوا فيه تما فين الحمد لله جا بعد الزلزال وجا سميتو العسكر وداكشي. اما بحال اللي ما عندوش الامكانيات يمشي لمراكش ولا يمشي لتحناوت ولا يمشي، امل الوحيد هو هنا قريب لينا وكيوفر لينا كلشي.